في 2015 قبل شهر من الانتخابات كنت حاضر في واحد المناسبة عائلية وكانوا حاضرين بزاف ديال الناس من المنطقة. لقيتهم كيهضروا في السياسة بحكم كان باقي الانتخابات أقل من شهر. قلت لهم غير بالضحك واش تصوتوا عليا إلا ترشحت حتى أنا في الانتخابات؟ قالوا لي مرحبا ما نلقاوش أحسن منك. تما كانت البداية ديالي في العمل السياسي. نور الدين قشيبل مرشح من حزب التجمع الوطني الأحرار دائرة القرية غفصاي. أنا تزاديت وكبرت في جامعة مولاي عبد الكريم وقريت مدرسة عمومية بحال جميع أبناء المنطقة، وفي الإعدادي والثانوي كنت كنمشي أكثر من 800 كيلومتر على رجلي باش نوصل غير الطريق عاد كنساين ترونسبور اللي غادي يديني المدرسة. يعني عندي ذكريات كثيرة في هذه المنطقة وكنت ديما كنفكر كيفاش نحسن من الوضعية ديال الناس ديال الدوار، وكنت ديما كنفكر ندير شي مشروع ونخدم الشباب ديال المنطقة. الحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى من بعد الدراسة باش نحقق هذا الحلم، واليوم الشركة ديالي كتشغل أكثر من 1001 تقريبا، النص فيهم من أبناء المنطقة، وقريب إن شاء الله نطلقوا جوج ديال المصانع اللي غيشتغلوا تقريبا 400 شخص أغلبهم من أبناء المنطقة. اللي جرني لحزب التجمع الوطني للأحرار هو برنامجه اللي كيتلائم مع برنامجي الشخصي، خصوصا التركيز ديالو على تشغيل الشباب والصحة، اللي إن شاء الله غنشتغل على توفير مرافق صحية ومستشفى في المنطقة. هذه ماشي المرة الأولى اللي غادي نترشح الانتخابات البرلمانية، الولاية ديالي اللي قبل الحمد لله كانوا عدد ديال الإنجازات، لكن الإنجاز اللي كنفتخر به بزاف هو الطرقان. الحمد لله توفقنا نصوبوا أكثر من 5200 كيلومتر اللي استفد منه 1913 دوار. هذا الإنجاز بوحده حل تقريبا 80% من المشاكل اللي كانت كتعاني منها المنطقة، خصوصا الهدر المدرسي، حيث منطقة قرية با محمد غفصاي تستاهل أحسن.